أشرك معنا في انتظار ذلك الأستاذ عبد الرحمن مكاوي في هذه النقطة أيضا، وهي مسألة بالغة الدلالة ما يتصل بدلالة المواقع وجغرافية أماكن هذه المناورات انطلاقا من القنيطرة حتى المحبس. ماذا تستشف أنت من ذلك؟ أولا هي بقعة أرضية واسعة، يعني تضاريس مختلفة، مناخ صعب جدا بالنسبة لهذه القوات. لا ننسى أن كذلك حلف الناتو يشارك بوفد عسكري هام في هذه المناورات، وهذا دليل على أن الناتو منخرط في الاعتراف بمغربية الصحراء عندما يشارك في هذه المناورات في منطقة المحبس. هذه الدلالات، هناك من تنطلق المناورات الأسد الإفريقي من مدينة القنيطرة التي نعرفها أنها تتوفر على بنية عسكرية قديمة ومتطورة، لأنها تحتاج إلى استقبال طائرات ضخمة وكذلك إلى طائرات مقنبلة من فئة F-16 وكذلك F-22، ويقال أن هناك نسخ من F-35 تشارك في هذه المناورات. فهناك 80 طائرة ما بين حاملة طائرات وطائرات مقنبلة وكذلك طائرات قاذفة تشارك في هذه العمليات، لأن هذه المناورة تشرك جميع القطاعات الحربية، القوات البرية، القوات البحرية وكذلك القوات الجوية، إضافة إلى الدفاعات الجوية عن الإقليم. ولهذا فالأرض أو الجغرافية هي واسعة، مناخ صعب يشبه إلى حد كبير مناخ دول الساحل والصحراء الكبرى، المناخ الليبي إلى غير ذلك. ولهذا فمن بين أهداف استراتيجية هذه المناورات تحديد المكان وتحديد المناخ بالنسبة ل 7500 جندي وضابط صف وضابط في هذه المناورات. وبالتالي فهذه البقعة الجغرافية يعني تدخل في إطار التخطيط للقيادة المشتركة بين أفريكوم والقوات المسلحة الملكية.